الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الزحام. ماذا عسانا نقول في ذكرى مولد أفضل رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك الفخم المفخم، كان فخما في نفسه وفخما عند من يلقاه ويعرفه، هذا النبي المكرم والحبيب المعظم صاحب الفضل على هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى أعطى كل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وإني اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. وما ذلك إلا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيه ربه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو الذي يقال له يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. ماذا يقول؟ يقول: أي رب أمتي، أمتي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس للخير فجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. What can we say during the month of ربيع الأول when we commemorate the birth of the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the most honored, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who was grand in himself and grand in the eyes of those who meet with him and get to know him. He is the one that has a great virtue for this nation and a great merit. For Allah subhanahu wa ta'ala gave every prophet a fulfilled supplication granted to him. Every prophet rushed to make that supplication. However, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, I saved my supplication to be an intercession for my nation on the day of judgment. And this is due to his mercy with this nation. As Allah Ta'ala said about him in the Quran, بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. For the believers, he is compassionate and merciful. He's also the one that on the day of judgment will be given the option to ask for whatever he wants and to intercede, and he will be granted the intercession. However, he says, O my Lord, my nation, my nation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him greatly for his love for this nation and for his care and compassion for this nation. أيها القائد المعلم، في شهر مولدك نتذكر عظمتك وفضلك وخلقك وجهادك ووصف جمالك وجميلك علينا يا نبي الله. لذلك نتكلم ونعيد ونؤكد على صفاتك التي جمعها الله تبارك وتعالى فيك ولم تجمع
كل هذه الصفات بما فيها من مزايا على كمالها في أحد غيرك صلى الله عليك وسلم. So during the month of Rabi'ul Awwal, we recall the endowment of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. We remember the gratitude of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam upon us. We remember his exemplary manners. We remember his striving. We remember his traits and the handsomeness of the features of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the benevolence he had upon his nation. We will continue tonight, insha'Allah azza wa jal, as we promised you, explaining the book Ash-Shamaa’il Al-Muhammadiyyah, authored by Al-Hafiz At-Tirmidhiyy, in which he compiled many ahadith that refer to the physical features of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as well as his habits and his manners. سنكمل بعون الله تعالى كما وعدناكم شرحنا لكتاب الشمائل المحمدية الحافظ الترمذي والذي جمع فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وكنا قد وصلنا إلى حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حيث قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا أي يجيد الوصف في التفاصيل الدقيقة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به يعني أحفظه وأعيه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما فخما في نفسه مفخما عند الناس يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب قلنا كان معتدل القامة ولكن كان أقرب إلى الطول عظيم الهامة أي الرأس أي لم يكن رأسه صغيرا صلى الله عليه وسلم رجل الشعر معناه كان شعره فيه تموج خفيف وتثن قليل إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا أي وهذا كان كما بينا في أول نزول الوحي إن كان شعره ينفرق فرقتين كان يفرقه عليه الصلاة والسلام وإلا كان يتركه على ما هو يجاوز شعره شحمة أذنيه ويضرب إلى الكتفين إذا هو وفره أزهر اللون وهو البياض المختلط بالحمرة وهذا من أجمل الألوان صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله واسع الجبين الجبهة كانت واسعة والجبين والذي يكتنف الجبهة جبينان هذا جبين وهذا جبين يكتنفان الجبهة كانا عريضين وهذا يدل على أن جبهته كانت عريضة كذلك كان أزج الحواجب كما وصفه يعني مقوس الحاجبين مع طول ودقة سوابغ كوامل لا يوجد نقص فيها من في غير قرن بينهما من غير اتصال بينهما عرق يدره الغضب معناه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عرق بين الحاجبين إذا غضب لله كما بينا يظهر هذا العرق وهنا ننظر أيضا إلى دقة وصف الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتأملونه وماذا يفعل الواحد منا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمامه لو كان ينظر إليه
كان لا يفوت النظر وكان يستصعب أن ترف عينه وأن يغلق جفنه لأنه لا يريد أن يحرم ولو لثانية أو جزء من الثانية من النظر إلى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أقنى العرنين أي الأنف له نور يعلوه يحسبه أو يحسبه كما بينا من لم يتأمله أشم، يعني أنفه لم يكن أفطس وكذلك لم يكن أشم، هذا الذي يكون يعني له دقة وطول، ولم يكن مستويا بل كان في وسطه نوع شيء من الحديداب الذي لا يتأمل في هذا قد يراه من غير هذا الحديداب، ولكن من يتأمل ويدقق يرى هذا الحديداب في الوسط. ثم قال: كث اللحية، أي كانت لحيته عليه الصلاة والسلام ممتلئة. سهل الخدين صلى الله عليه وسلم، سهل الخدين يعني من غير ارتفاع الوجنتين، هذه العظام عند الوجنتين في الخد لم يكن فيهما ارتفاع إنما كان سهل، سهل الخدين. ضليع الفم صلى الله عليه وسلم أي عظيم الفم مع اعتدال، كان فمه عظيما مع اعتدال صلى الله عليه وسلم. مفلج الأسنان، الفلج معناه فرجة بين الثنايا، وليس معناه أن كل أسنانه عليه الصلاة والسلام كانت مفلجة يعني كان فيها فرجة، إنما الفرجة كانت بين الثنايا، وسيأتي هذا في حديث آخر إن شاء الله يوضح. فعندما نقول كان مفلج الأسنان ليس معناه أنه كان عنده فرجة بين كل أسنانه بين كل سن وسن، لا، إنما الثنايا، هذه الثنايا الأسنان العلوية المتقدمة كان يوجد فرجة بينهما، وكان هذا يزيده جمالا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. قال: دقيق المسربة، والمسربة قلنا الشعر الذي يكون من الصدر إلى السرة، يعني كان له خيط من الشعر دقيق من الصدر إلى السرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية هي الصورة، الدمية هي الصورة من العاج ونحو ذلك، والمراد من صفاء بشرته عليه الصلاة والسلام كأن عنقه جيد يعني عنق دمية وهي بيضاء كثيرة البياض في صفاء الفضة. معتدل الخلق، بادن، بادن معناه كان عنده ضخامة، وكما بينا فيما مضى شسن الكفين والقدمين، يعني كفاه ممتلئتان وقدماه ممتلئتان، ويوجد أيضا كان واسع الصدر وواسع الأكتاف صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله باد. متماسك يعني بادن متماسك، يعني هذا العظم عند الأكتاف والصدر وفي اليدين والقدمين، هذا العظم الذي سماه باد كان متماسكا، معناه لم يكن فيه ترهلات، لم يكن مترهلا بل كان ممتلئا، يعني الكف لو نظرنا إليها نجدها ممتلئة من غير ترهل، وكذلك قدمه صلى الله عليه وسلم نجدها ممتلئة من غير ترهل. ثم قال: سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر معناه بطنه لم يكن
متقدما إلى الأمام بل كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين لأن عرض الصدر هذا أيضا يتوقع منه أن يكون عريض الكتفين وأن يكون عريض الكتفين معناه لابد أن يكون صدره واسعا صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس وهي المفاصل هذه المفاصل كان ضخم الكراديس كالمرفقين والركبتين ونحو ذلك أنور المتجرد أنور المتجرد معناه إذا كان جرد نفسه صلى الله عليه وسلم من بعض ثيابه فبان جلده بان جلده الذي ليس متعرضا للشمس كباقي البشرة كان إذا نزع شيئا من ملابسه عليه الصلاة والسلام فبان جلده الذي لا يتعرض للشمس يظهر جلده مشرقا يعني ظاهر الإشراقة من حسن بشرته عليه الصلاة والسلام قال موصول ما بين اللبة والسرة ومراده هنا موضع القلادة حيث تنتهي القلادة إلى السرة كان يوجد خط رفيع من الشعر صلى الله عليه وسلم قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك معناه لا مما سوى ذلك لم يكن هناك شعر على بطن النبي عليه الصلاة والسلام أو على ثدييه يعني كان يوجد شيء قليل على الصدر مع هذه المسربة التي بيناها وكان يوجد على ذراعيه وعلى قدميه أما مما سوى ذلك كان لم يكن هناك شعر وهذا ما ذكره العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جسده ممتلئا بالشعر بل كان أجرد كما بينا يعني عنده شعر خفيف في هذه المواضع التي بيناها لم يكن كثير الشعر ولم يكن من غير شعر بالمرة كان يوجد في بعض المواضع كما بينا في هذا الحديث وفي غيره أشعر الذراعين والمنكبين معناه على ذراعيه عليه الصلاة والسلام وعلى المنكبين كان يوجد شعر وأعالي الصدر هذا الذي ذكره طويل الزندين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عظام ساعده كانت عظيمة ضخمة والزندان المراد به الكوع والكرسوع الكوع يعني هنا بداية عند الزند هنا مفصل اليد أو الرسغ يسمى خلف الإبهام يسمى الكوع وخلف الخنصر يسمى الكرسوع كان عظيم الزندين وهذا يتطلب أن تكون ذراعه صلى الله عليه وسلم يعني يوجد عظمتان من المرفق إلى الرسغ من المرفق إلى الرسغ إذا كان عظيم الكوع والكرسوع معناه هاتان العظمتان من المرفق إلى الرسغ كانتا ضخمتين صلى الله عليه وسلم رحب الراحة يعني واسع الكف صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف يعني ممتد الأطراف ولكن الطول كان طولا معتدلا من غير تكسر جلد ولا تشنج بل باستواء واستقامة صلى الله على سيدنا محمد قال خمصان الأخمصين أخمص القدم لو شخص وقف يوجد جزء من القدم في باطن القدم
عادة هذا لا يمس الأرض يكون مرتفعا فلا يلامس الأرض هذا يقال له الأخمص قال خمصان الأخمصين معناه أن أخمص قدمه عليه الصلاة والسلام يعني في الوسط لم يكن يمس الأرض ولكن لم يكن شديد الارتفاع معناه معتدلا كان معتدلا حتى أخمصه عليه الصلاة والسلام كان معتدلا كل ما فيه كان إلى اعتدال عليه الصلاة والسلام قال مسيح القدمين معناه لين القدمين أملس القدمين ينبو عنهما الماء يعني الماء إذا نزل على قدميه صلى الله عليه وسلم كان الماء ينبو يعني لا يستقر عليهما لأن قدمه عليه الصلاة والسلام كانت ملساء إذا زال زال قلعا يعني معناه بقوة إذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنه يقلع رجله من الأرض يعني وهذا مشية أهل النشاط كما بينا يخطو تكفيا وهو كما شرحناه في الماضي مع ميل إلى الأمام يمشي بخطى ثابتة سريعة واسعة ويمشي هونا يعني في تؤدة وسكينة وتواضع يعني لا يضرب بقدمه الأرض عندما يمشي إنما الصحابة يصفون مشيته يعني كانوا يجهدون إذا مشوا معه عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات إنا لنجهد وهو لا يكترث صلى الله عليه وسلم يعني يمشي على هينته عليه الصلاة والسلام ولكن هم حتى يلحقوا به كانوا يبذلون جهدا ليكونوا مع مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريع المشية يعني واسع الخطوة إذا مشى كأنما ينحط من صبب يعني من مكان مرتفع كأنه ينحدر من مكان مرتفع وإذا التفت التفت جميعا أي بكل بدنه خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغرق بالتفكير لأن الإنسان إذا أراد أن يستجمع فكره إلى أين ينظر؟ ينظر إلى الأسفل ليستجمع فكره فكان غالب نظره إلى الأرض صلى الله عليه وسلم يفكر في هموم المسلمين وفي أمورهم وفي إصلاح معايشهم عليه الصلاة والسلام جل نظره الملاحظة النظر يعني بشق العين النظر بشق العين هذا يقال له الملاحظة معناه النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى شيء ما كان يكثر التحديق إلى هذا الشيء يسوق أصحابه صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه أن يقدم أصحابه فكانوا يمشون بين يديه عليه الصلاة والسلام وكان هو يمشي وراءهم وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ليس كما يفعل بعض الناس في هذا الزمن من أصحاب المال أو الجاه أو السلطة ونحو ذلك يمشي هو في الأمام ويجر خلفه الحاشية تكون خلفه لا بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم أصحابه وهو يمشي خلفهم ويبدأ من لقي بالسلام صلى الله عليه وسلم إلى هنا ينتهي وصف هند ابن أبي هالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما We'll continue from where we stopped last time in this hadith that was through the root of Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib رضي الله عنهما who said
I asked my maternal uncle, Hind ibn Abi Hala, to describe the Prophet sallallahu alayhi wasallam for me, because he was very skillful in describing features. And he said, because I desired to cherish and hold on them, he wanted to learn and memorize so he can benefit. Therefore, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam was grand in himself and grand in the eyes of others. His face shone like the light of the full moon on a moonlit night. He was taller than a man of average height was, yet shorter than an extremely tall man. His head was large and his hair was slightly curly. If it was easy to part his hair, he would do so. Otherwise, he would leave it as it was. And that was at the beginning of the revelation. If he gathered his hair would fall past his earlobes. His skin complexion was white and luminous. And his forehead was wide, with perfectly uniform eyebrows that were close to each other. His eyebrows were separated and did not connect to each other. There was a vein between them that would pulsate whenever he became angry. And we mentioned before that he would never get angry for a worldly matter. Rather, he would get angry if the rules of the religion are violated. His nose was prominent with a light shining out. If one did not look at him closely, one might not think his nose had elevation in the middle. His beard was full, sallallahu alayhi wasallam, and his cheekbones were not high. His mouth was wide, and he had a space between his front teeth. In some narrations, but it says he has like a space between his teeth. In another narrations, it is elaborated and explained. It doesn't mean every single tooth he had a space between this tooth and the other tooth. No, rather that was in reference to the front top teeth only. When he used to talk, sallallahu alayhi wasallam, the light would come out between this gap, sallallahu alayhi wasallam. His neck was like the neck of a perfect sculpture made from ivory and was shiny like pure silver. So they were observing his neck. It was tall and white like a sculpture made of ivory. And it was so white, like pure silver, sallallahu alayhi wasallam. All the parts of his body were proportional. His chest and stomach were at the same level. So he didn't have a stomach protruding forward. Rather, it was on the same level with his chest, sallallahu alayhi wasallam. His chest was wide and his shoulders were broad. The bones of his joints were strong and wide, like the elbows and the knees. If he took off his clothes, some of his clothes, then his body would appear glowing, sallallahu alayhi wasallam. So when he takes off some of his clothes, the body that is not subject to the rays of the sun, that is whiter than the part of his body that is exposed to the sun. So when he uncovers part of his body that is not exposed to the sun, it will be shown glowing, sallallahu alayhi wasallam. Between the upper part of his chest and the navel was a thin line of hair, and the rest did not have hair on it. His wrists were long, and that means
that his arm alayhi salatu wasalam was built. And his hands were wide. His hands and feet were moderately long and fully fleshed without wrinkles. The soles of his feet were arched, and the skin on his feet was smooth, such that water would not remain there and flowed away quickly. When he walked, sallallahu alayhi wasallam, he walked with strong strides and placed his feet softly on the ground and without putting effort to do so, because that was his nature, sallallahu alayhi wasallam. In some narrations, the companions described how the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to walk. They said he would be walking as on his nature, and we would be putting forth effort to catch up to him, sallallahu alayhi wasallam. His steps were wide, and he walked at a quick pace while leaning forward, as if he was going downhill. And we explained that before. When he wanted to turn, he turns his entire body. And that is from his humbleness, sallallahu alayhi wasallam. So if one were to talk to him and he is on his side, he wouldn't just look at him by his face or by his eyes. No, he would turn fully towards that person out of humbleness, sallallahu alayhi wasallam. His gaze was often toward the ground. He looked more to the ground than towards the sky. Because if one were to think of something, he wants to have thorough thinking about something, he would look down, trying to think thoroughly about something. And since the Prophet alayhi salatu wasalam, his main concern was this ummah, this nation, so at most cases, if you look at him, you see him looking down to the ground, because he is full of concern about the believers and about this nation. If he wanted to know what was going on his session, he would look from the corner of his eyes. He used to let his companions walk in front of him, sallallahu alayhi wasallam, and that's a sign of humbleness. Not like these days, those rich people or those with high social status and the like, they would walk at the front, and they have the bodyguards and the like walking behind. Now he would let his companions walk first, and he will be walking behind them, sallallahu alayhi wasallam. And he would initiate the greeting to whomever he meets, sallallahu alayhi wasallam. So anyone the Prophet alayhi salatu wasallam would meet on his way, the Prophet would be the first one to start the salam. نكمل إن شاء الله الحديث التاسع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم يعني واسع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك بن حرب ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين يعني ما معنى أشكل العين قال طويل شق العين ولكن الشكل في لغة العرب وفي القواميس العربية الشكل البياض الذي يدخله الحمرة هذه يقال لها الشكلة فالشكلة في العين معناه أن البياض في عين النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه خطوط حمر كان فيه خطوط حمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهذه الخطوط التي كانت في عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت حمراء يعني من نظر إلى بياض عين النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا كان أدعج العينين
يعني البياض كان شديد البياض والسواد كان شديد السواد ولكن في البياض كان هناك شكلة شكلة يعني حمرة خفيفة في عين النبي عليه الصلاة والسلام وليس كما ذكر سماك هنا في تفسيره كما قال القاضي بأن هذا وهم من سماك لأنه باتفاق علماء اللغة الشكلة هي حمرة في بياض العين كان في عين النبي عليه الصلاة والسلام خطوط حمراء في بياضه قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب قليل لحم العقب يعني لم يكن عقبه عليه الصلاة والسلام العقب يعني ليس الكعب يعني كثير من الناس يختلط عليهم الكعب الذي ذكره الله تعالى في القرآن وأرجلكم إلى الكعبين العظمان الناتئان على جانبي القدم هذا يقال له الكعب كعب وكعب الكعبان أما العقب فهو في مؤخر القدم هذا يقال له العقب فكان قليل لحم العقب صلى الله عليه وسلم جابر ابن سمرة May Allah raise his rank, said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam had his mouth, we're going to explain it, dali' al-fam. Dali' al-fam, that's how he described it. Dali' al-fam, his mouth was dali'. Ashkal, his eyes, He's just trying to describe his eyes. He said, Ashkal al-ayn. Then he said, Manhus al-aqib. Manhus al-aqib. The heels, manhus. Now, what do these terms mean? The narrator said, I asked Simak, what is meant by dali'? Dali' al-fam. He said, it means grand mouth. His mouth. عليه الصلاة والسلام was grand not small it was grand I asked him what is meant by أشكال eyes and he replied the space between the upper and lower eyelids were long but this is not true that explanation is not true القاضي as النووي mentioned that سماك made a mistake by interpreting Ash-Shukla as had wide eyes. Rather Ash-Shukla is a redness, light redness, in the whiteness. We mentioned before that the eyes of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam were wide. The whiteness in them was very white and the blackness was very black. Now in the whiteness, he had some red lines sallallahu alayhi wa sallam then he asked him what does it mean manhus the heels are of that description he said of small amount of flesh on the heels ثم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن السوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى كلام هذا الصحابي جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء يعني ليلة مقمرة إضحيان معناه يعني كانت مقمرة وهذا للتأكيد عندما يكون هناك صحو والقمر يكون مكتملا وكل الليلة يكون هناك صحو والقمر البدر يكون ظاهرا لا يحجبك عن رؤية هذا القمر غيم ولا غبار ولا نحو ذلك ترى القمر بوضوح
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء إضحيان وعليه حلة حمراء. وكما بينا الحلة يعني عبارة عن قطعتين من الثياب، يعني لا يقال حلة إلا عن قطعتين من الثياب. وحمراء كما بينا ليس معناه معناه كان فيها خطوط حمراء، ليس معناه كانت كلها حمراء، لا، إنما هي عبارة عن حلة سوداء فيها خطوط حمر، وهذا من برد أهل اليمن كما بينا في الماضي. قال وعليه حلة حمراء، يعني يلبس قطعتين من الثياب مما هو عند أهل اليمن، ويوجد فيها خطوط حمراء. قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. هذا جابر صار يركز النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، ينظر إلى هذا وإلى هذا. قال فلهو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لا يراد به التخصيص، إنما لبيان الواقع، يعني الواقع يشهد يعني بشهادة المنصف. من أراد أن يكون منصفا في شهادته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر وأجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، فمن حيث الجمال. فهو يقول فلا هو أحسن عندي، ليس مراده الاختصاص، إنما مراده ذكر الواقع، أي الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى وأجمل وأبهى وأسمى وأسنى من القمر صلى الله عليه وسلم. Also Jabir ibn Samura, that's a very nice hadith. May Allah raise his rank, said, I saw the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم on a completely moonlit night, meaning from the beginning till the end, it's clear and the moon is full. There is no barrier between you and the moon, no clouds, no dust, nothing. So in a very clear night and the moon was full. He said, I saw the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam in such a night. On that night, he wore two red garments. And we mentioned before what is mentioned by this, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was wearing two pieces of garment with some red stripes in it. And he said, when I looked at the full moon and compared it with the Prophet sallallahu alayhi wasallam, by Allah, to me he was more beautiful than the full moon. When he said to me, he doesn't mean that's only my opinion, but he meant by it, that's the reality. Meaning if one were to be just in his comparison, he would say that the Prophet sallallahu alayhi wasallam is more beautiful than the full moon sallallahu alayhi wasallam. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. وهنا التشبيه من ناحيتين، من ناحية الإضاءة، يعني من ناحية الإضاءة يقول كان أنور من السيف، لمعانا أكثر لمعانا صلى الله عليه وسلم من السيف. ومراده بالسيف يعني أيضا السيف طويل، يعني عندما قال له هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني ذاهبا في الطول هكذا، فقال له لا، بل مثل القمر،
يعني أقرب إلى التدوير وكما بينا يعني في الماضي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه تدوير فلذلك التشبيه يناسب أن يشبه بالقمر أكثر من السيف إن أراد بأنه مستطيل الشكل مستطيل الشكل بل كان وجهه أقرب وهذا كان محببا أكثر عند العرب صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه said a man asked him was the face of the prophet صلى الله عليه وسلم like a sword he replied no it was like the moon now this analogy he was trying to draw this analogy from two aspects the first one the illumination of the prophet sallallahu alaihi wasallam was like the full moon not like the illumination of the sword secondly the sword is rectangular shape as you know but the moon is circular shape so he's trying to make this analogy that if one were to draw an analogy it's better to draw this analogy between the face of the prophet sallallahu alaihi wasallam and the moon meaning his face was around sallallahu alaihi wasallam meaning there is a kind of roundness in the face of the prophet sallallahu alaihi wasallam not fully rectangular and not fully and extremely round in between and that's something the Arabs used to see as a great feature قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر يعني أيضا هنا كان يبين بياض النبي عليه الصلاة والسلام النور والإضاءة كأنه صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم مع كونه كان مشربا بالحمرة ولا تعارض بين هذا وهذا وأيضا رجل الشعر كما بينا سابقا فيه تسن وتموج Abu Huraira radiallahu anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam had a white complexion as if fashioned from silver. This does not negate the fact that he had slightly reddish color in this whiteness. So he was white with red color in it as well. And his hair was slightly curled as we mentioned before. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عرض علي الأنبياء لم يبين في النوم أو في اليقظة فيحتمل هذا ويحتمل هذا قال فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة وشنوءة قبيلة رجالها عندهم طول فيعني مراده خفيف اللحم مع طول صلى الله عليه وسلم فقال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كان عنده طول كأنه من رجال شنوءة هذه القبيلة المعروفة بطول رجالها قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود وعروة بن مسعود هذا الثقفي
ليس أخا عبد الله بن مسعود لم يكن أخا عبد الله بن مسعود إنما هذا كان من بني ثقيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له أن يذهب ويدعو قومه للإسلام فذهب وفعل ولكنهم رموه بالنبل والعياذ بالله فأصابه سهم فقتله رحمه الله فقال عيسى بن مريم عليه السلام كان أقرب واحد من الصحابة شبها به عروة بن مسعود قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم عليه السلام كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت جبريل عليه السلام عندما كان يتشكل جبريل عليه السلام في صورة الرجال من غير آلة الذكورية كان أقرب قال فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ودحية هذا من الصحابة الذين كانوا جميلي الخلقة دحية الكلبي يقال له رضي الله عنه كان شديد الجمال كان غاية في الجمال فعندما كان يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكل بشر كان يأتيه في صورة تشبه صورة دحية الكلبي الذي وكان من أجمل الصحابة وهذا معروف يعني قبره في دمشق في ضواحي دمشق مدفون هناك دحية رضي الله عنه هذا الصحابي عندما كان يدخل بلدا من البلاد عندما كان يدخل بلدا من البلاد الكل يخرج ليراه حتى النساء اللواتي لم تعتدن الخروج من المنزل كنا يخرجن للنظر إليه حتى ينظرن إليه لما عرفنا من جمال خلقته فالملائكة يا أحبابنا هم ليسوا ذكورا ولا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يتشكلون بأشكال الإناث إنما إذا تشكلوا في أشكال البشر يأتون في شكل الذكور من غير آلة الذكورية الله تعالى يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني وفي آية أخرى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى الملائكة الذي يسميهم تسمية الإناث ويقول عنهم إناث هذا كذب الدين والعياذ بالله هم ليسوا ذكورا ولا إناثا ولكن قد يتشكلون بأشكال الذكور من غير آلة الذكورية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه said The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said The prophets were presented to me Now the prophet did not specify whether it is a dream or in reality So it could be either He said Musa was similar to the men from the tribe of Shanu'a This tribe at the time of the prophet were known for being tall So he was describing Musa alayhi salam as being tall like the men of the tribe of Shanu'a He said I saw Isa ibn Maryam and the closest person I have seen who bears a resemblance to him is Urwa ibn Mas'ud Urwa ibn Mas'ud is not a brother of Abdullah ibn Mas'ud rather Urwa ibn Mas'ud from the tribe of Thaqif he came to the Prophet, he embraced Islam. Then he asked permission from the Prophet that he would go back to call his people to embrace Islam. He went to them, he called them to embrace Islam, but unfortunately they threw arrows at him and one of the arrows hit him and he was killed as a martyr, radiallahu anhu.
Then he said, I saw Ibrahim alayhi salam, and the closest person I have seen who bears a resemblance to him is your companion, meaning himself, sallallahu alayhi wa sallam. He said, I saw Jibreel, and the closest person I have seen who bears a resemblance to him is Dihya. Dihya is one of the companions who was so handsome. Whenever he goes to any place, people would be eagerly looking for meeting with him or looking at him because they know of his handsomeness and his description. The angels are not males nor females. They do not eat, they do not drink, they do not sleep, they obey Allah, they never disobey Allah. They never come in the shape of females, but they might come in the shape of males without the private parts and the inner parts. So the outer shape will be a shape of a man, but without the private parts and the inner parts. Jibreel alayhi salam, whenever he used to come to the Prophet in the form of a human being, he would be in a form similar or resembling to the form of Dihya, this great companion. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. هو آخر من توفي من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الصحابي توفي آخر الصحابة في سنة 100 رضي الله عنه. هذا الصحابي ماذا يقول؟ ما على وجه الأرض أحد يعني حي الآن ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. هذا معناه. قال قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا يعني معتدل في صفاته صلى الله عليه وسلم، ليس بائن الطول ولا بالقصير كما بينا من قبل. أبو الطفيل رضي الله عنه said, I heard, that's from his narration, that's from his narration. Sa'id al-Jurayri narrated that he heard this great companion, Abu Tufayl, saying, I saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and there is no one remaining upon the face of the earth who had seen him besides me is alive. He was the last companion who passed away. He died in the year 100. So he said, that person came and asked him about the description of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he said, I was the last one alive from all those companions who saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He said, I said, describe him to me. He said, he was white, handsome, and all his attributes were perfected sallallahu alayhi wa sallam. الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. انظروا هذا ابن عباس يبين أفلج الثنيتين. يعني ليس كل الأسنان كانت مفلجة، إنما الثنيتان كان بينهما فرجة. إذا تكلم رؤيا كأن النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas radiallahu anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam had a slight space between his two front teeth when he would speak, as if light would be seen emitting from between them sallallahu alayhi wa sallam.
By this, we conclude this chapter, and inshallah, the next chapter is about the seal of prophethood between his shoulders. How did it look like? So be with us next Thursday, inshallah, at the same time to learn about the description of the seal of prophethood between the shoulders of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. بهذا نكون قد ختمنا الباب الأول بعون الله عز وجل. كونوا معنا الأسبوع القادم لنتكلم عن وصف خاتم النبوة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره الصحابة الذين رأوه ووصفوه لنا فجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا الوصف الذي أوصلوه إلينا كم هو جميل حتى نحن نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام على أوصافه الخلقية وعلى صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يفيض علينا وعليكم من بركات المولد الشريف وبركات صاحب الذكرى. إن الله على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والله تعالى أعلم وأحكم.